نهار آخر مرة شتي فيها أخوك يوسف وكاش؟ آخر مرة شفتي يوسف؟ شوها ملي كان في العرس. ملي كان في السطح ديال العرس. إيه. فاش كان في السطح في العرس كان بوحدو ولا كان مع شي واحد؟ كان بوحدو قاعد كيشطح. كان عا كيشطح؟ إيه. وقتاش شتيه بطل؟ من هادوك جاو الدقيقية مشاو بحالاتهم وصلوا حدا حكيمة. ما صلوا حدا حكيمة هو يتبعهم. وصلت بعد دقيقية. إيه. وحيت انت قلتي بلي راه مشى مع شتيخة خالك حمزة. إيه. ياك ديك الوقيته يوسف كان تابع الدقيقية. ايه. شتي مع خالك ولا شتي غير بوحدو تابع الدقيقية؟ مشى مع خالي. كان تابع الدقيقية شتي مع خالك. ايه. زيد كمل. شو قلت ليوسف تعالى؟ قال لي خلي خالي خليه يمشي معايا للحانوت. خالك قال لك خليه يمشي معايا للحانوت. ايه. المور ديك الساعة مشى مع خالك ولا خالك رجع بوحدو؟ إيه. ولا رجع مع يوسف؟ إيه. سولت خالي قال لي راه صيفطتو. فين صيفطتو؟ قال لي صيفطتو للدار. وانت ديك الساعة فين كنتي؟ كنت انا كنلعب. وانت ما جيتيش للدار شتي واش خوك يوسف في الدار ولا ما كايناش؟ جيت. اه ولقيتي ولا ما لقيتيش؟ طليت من الباب وما شفت حتى واحد. طليت وجيت للصالون بقيت كنقلب في البيت وما لقيتوش. ما لقيتيش لباباك؟ كان باباك هنا في ديك الساعة. ايه. الناس ايه. ديك لقيتها ديال من مور اللي مشاو الدقيقية. ايه. كنت قلب على خوك. باباك كان في الدار ولا كان خارج؟ كان في الدار. كان في الدار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي المغاربة الأحرار فين ما كنتوا داخل أو خارج أرض الوطن، مرحبا بكم. تنتمنى أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية، وكيف ما تنقولوا دائما الله يحفظ هذه البلاد هذه من كل شر. إذا الإخوان والأخوات كيف ما لاحظتوا يعني في العنوان وفي المقدمة، فكان هذا هو الأخ ديال الطفل يوسف في القضية ديالنا، القضية اللغز، القضية ديال مقتل الطفل يوسف بسوق الأربعاء الغرب. فكيف ما سمعتوا إخواني أخواتي تصريحات صادمة وتصريحات مزلزلة ظهرات وخرجات للسطح يوم أمس من بعد الخروج الإعلامي الثاني أو الثالث ديال الأم ديال الطفل يوسف. هذا الخروج الإعلامي اللي كان فيه مجموعة ديال الأمور اللي ما سمعناش بها من قبل، مجموعة ديال الأشياء اللي متناقضة إخواني أخواتي، بزاف ديال الأمور متناقضة في هذه القضية، وكلها خرجة إعلامية ديال أحد الأطراف من العائلة ديال الطفل يوسف إلا وكنسمعوا فيها أمور متناقضة. فلهذا فهذه القضية إخواني أخواتي بكل صراحة أنا بالنسبة لي فيها إن وأكثر من إن. علاش؟ لأن بزاف ديال الكلام متناقض كنسمعوه في كل خرجة إعلامية. ها مرة كنسمعوا الأب في اللحظة اللي كان يوسف وقع معاه داك الشيء، الأب كان في الدار، شوية كنسمعوا لا راه ما كانش في الدار، شوية كنسمعوا كان كيشرف أتاي، شوية كان ناعس، يعني كلام متناقض. مرة كنسمعوا الأخت الصغرى كتقول الابن يعني يوسف جاي طالع في الدروج طاح مات، مرة اختفى من قدام الحانوت، والأخ يعني الكبير ديال الطفل يوسف فكيف ما سمعتوا في هذه المقدمة فقال كلام تهو مزلزل، كلام اللي كيعطينا واحد الإيحاء بأن الكل أو لكل العائلة ديال الطفل يوسف عندها أو لك توجه الأصابع ديال الاتهام، ماشي الاتهام وإنما يمكن نقوله تحميل المسؤولية للخال لوحده. قبل إخواني وأخواتي ما أننا نغوصوا ونتكلموا أكثر في هذا الشيء وهذه المعطيات المتناقضة اللي ولينا كنسمعوا، فكندعوكم أنكم ما تبخلوش علينا بحد لايك لهذا الفيديو هذا، وأيضا شرف لي أنكم تشتركوا في القناة مع تفعيل زر الجرس باش دائما توصلوا بالجديد ديال الأعمال والقضايا اللي تنقوم بها. فكلنا يوسف بطبيعة الحال. إخواني أخواتي يعني أكيد راكم متابعين هذه القضية منذ البداية. العائلة منذ اختفاء الطفل يوسف خرج الأب والأم في هذاك اليوم ديال الاختفاء وهذاك اليوم ديال العثور على الجثة وبعد تفجر القضية في أول خروج ليوم إعلامي، فالأم قالت بصريح العبارة بأن آخر مرة شافت يوسف هي من لبساته القبية،
وطلع فوق السطح يعني ديال العرس. انا ما بغيتش نتكلم على الام لان هذه النقطه هذه غادي نحدوا التناقض اللي دخلت فيه الام كذلك غادي نتكلموا فيه، ولكن في لايف اولا في سمو اللي غادي نخصوا باش انه يكون بالتفصيل. فقالت بانه اختفى في السطح الابن كيف ما سمعتوا اخواني اخواتي في هذا التصريح. فالابن الكبير ديالها كمل يمكن نقولوا على هذاك الخروج الاعلامي الاول ديال الام، لان الام عقبت يمكن نقولوا بحال تراجعت على هذاك الكلام او لا ضافت مجموعه ديال الامور اخرى معلومات اخرى ديال ان يوسف راه ما كانش ومشى عند خالو هاد الامور ومشى للحانوت، لان هي في اول خروج اعلامي قالت بانها لبسات القبيه من تما مابقاش شافته، ولكن ولينا كنسمعوا هضره اخرى. فالاخ الكبير كيف ما سمعتوا ديالو والكبير هو الله، فقال بان اخر مره شاف فيها يوسف يمني كان في الفتره اللي كانوا فيها الدقيقيه، وكان في السطح مع الدقيقيه كيشطح وحده وشويه هو يهبط، يعني هبط من يخرجوا الدقيقيه تبعهم واللحظه اللي تبعهم عيط ليه هو قال له اجي فين غادي، قال له هو يهضر معاه خالو لان في هذيك اللحظه ربما كان خالو معاهم تما مع الدقيقيه والامور، قال له خالو لا خليني انا غادي نجيبو للدار غادي ندي نشري لي شي حاجه او لا شي حاجه من هذا الامر. من تما بحسب الاقوال ديال الاخ الكبير انه اختفى. ف هذا الاخ الكبير يعني لما سولوه فقال لهم كنت كنلعب، كان كيلعب، ولكن كيفاش شاف الدري في السطح كيشطح وفي نفس الوقت شافوا مع الدقيقيه قدام الحوانت وفي الزنقه. ف يعني اخواني اخواتي بكل صراحه وبكل صدق كاين مجموعه ديال التناقضات ومجموعه ديال الاقوال، يعني اللي كل مره وكنسمعوا اقوال من عند نفس الاطراف من عند العائله ديال الضحيه اللي هو الطفل يوسف. فاحنا الهم ديالنا الوحيد هو العداله للطفل يوسف، كلنا يوسف، وفي عماد القضايا دائما ما كنركزوا على الاقوال ديال العائله اللي كتكون يعني عندها نفس توجه واحد اللي هو البحث عن الحقيقه ديال الابن ديالهم. لكن في هذه الحاله ديالنا وهذه القضيه هذه فللاسف الشديد كل واحد وتيقول اقوال، بل اكثر من هذا كاين اللي قال ثلاثه الاقوال، دابا اربعه ثلاثه السيناريوهات. ف ما السر؟ واش الاب فعلا كان في الدار تيشرف اتاي، ولا كان ناعس، ولا ما كانش في الدار كاع؟ الام قالت عندي الشهود بان البنات كانوا معايا في السطح، لكن تصريح ديال الابنه الصغرى كتقول فيه بانها يعني يوسف جاي طالع في الدروج طاح مات. والسلطات كيف ما كتعرفوا معتقله وحده من البنات، نقولوا على سبيل التحقيق، ولكن راه عندنا حنا بلاغ اللي فيه المشتبه فيهم وفيه هما يعني متهمه بالتخلص من الجثه. ف واش البنات كانوا في السطح في العرس؟ واش بالضروره خصهم يبقاو كاع الوقت في العرس؟ لان يعني ربما يقدروا كاع الام تكون صادقه وهذوك البنات يكون نزلوا في شي لحظه ما شافتهمش ودخلوا للدار ووقع ما وقع ورجعوا للعرس، لان هذه الحاله وقعت لان ملي سمعوا بان الطفل اختفى راه الام جات عندها وحده من البنات قالت لها شي حاجه في ودنها، ولكن هي في نفس الوقت قالت بلا راه كانوا في السطح، فكيفاش هاد البنت تتجات لعندها وقالتها لها؟ لان هي قالتها هكا، قالت جات عندي وقالت لي في ودني، اذا راه البنت كانت في الدار. اذا كانت في الدار وتفجر الخبر ديال الاختفاء عاد علموا الام، اذا الام ربما كذبت ربما يعني ما مركزاش، لان صعيب انها تبقى مركزه على احداث
وفي وسط عرس وتما، او لا تبقى يعني متاكده بان بناتها بقاو في هذاك العرس، لان ممكن يكونوا نزلوا ومشاو للدار ووقع ما وقع وعاد تفجرت القضيه. بالنسبه للخال، الخال اللي كتشار له كل الاصابع، وحتى الطفل الاخ الاكبر ديال الطفل يوسف، ف من خلال الكلام ديالو ف يعني ملص الامور كلها عند الخال، واخر يعني شخص دابا شاف عنده هو الخال، لان سولوه بحسب المعلومات اللي قالوا لنا، لان ما بقيناش قادر، ما بقيتش قادر انا مثلا نقول شي حاجه مرتبطه بالتحليل، لان قالوا بزاف ديال الكلام اللي يعني كثير وفي تناقضات كبيره. فبحسب ذاك الكلام اللي قالوا ان الخال اخر واحد صيفط طفل يوسف من قدام الحانوت، يوسف اختفى. وفجاء قالوا لي فين هو يوسف؟ قال لي برانا صيفطو. ف وبحسب المؤشرات ديال الوقت يعني راه غير في ديك 10 دقائق في هذاك الوقت النيت اللي كان فيه الاخ ديال يوسف حتى هو تيلعب في الزنقه. فحلوا معايا دماغكم اخواني اخواتي، كان في هذيك البلاصه يعني هذا الخال الا كان قام بشي حاجه في هذيك الفتره فراه خاص يكون عنده خاص وقت كثير، تتطلب هذاك الامر وقت كثير، وقت كثير، لان الخال مباشره جا قالوا لي فين هو يوسف؟ قال لي مرانا يلا صيفطو ما دخلش. ما يمكنش الخال يدير كل هذه الامور هذه في هذاك التايمين. فاذا كاين شي حاجه اخواني اخواتي، كاين بزاف ديال المغالطات، بزاف ديال الامور اللي لا يستسيغها عقل، اللي فيها تناقضات. وبصراحه كنحس وكنستشعر ان المصالح الامنيه امامها عائق كبير، اكبر عائق لفك لغز وشفرات هذه القضيه هو العائله نفسها، العائله اللي داخله في تناقضات وكلام، اليوم كنسمعوا كلام، الغد كنسمعوا كلام، يعني تقريبا ولينا امام 4 ديال السيناريوهات في قضيه واحده، في قضيه واحده. التصريح اللي كان خرجت به الابنه الصغرى اللي قالت فيه بان يعني الطفل يوسف جاي طالع في الدروج طاح مات، واللي كان مواكب التحقيقات الى حدود هذيك اللحظه كانت الامور كتبان غاديه متماشيه مع المعطيات ديال الجريمه ومع ما وصلت اليه المصالح الامنيه. لكن اشنو اللي وقع؟ تتولينا كنسمعوا بان اصلا البنات ما كانوش، واصلا الدريه عقبت خرجت في خروج اعلامي اخر ونكرت كاع واش هي تكلمات لوسائل الاعلام. يعني اخواني اخواتي، احنا امام قضيه اللي المصالح الامنيه هي اللي كتحمل العبء، الوحيده اللي كتحمل العبء باش انها تفك الشفرات ديالها. علاش؟ لان العائله ما بقاتش فيها، ماشي ما بقاتش فيها الثقه، وانما الافضل انهم ما يكونوش كمرتكز عند المصالح الامنيه من اجل بناء سيناريو ممكن تبعوا المصالح الامنيه في التحقيقات، لانهم ولاو كيدخلوا يخرجوا في الهضره ولاو كيقولوا كلام. ما زائد الاب غاب علاش؟ ما بقاش كيبان لنا دابا، ما بقاش بان لنا المده هذه، ما بقاش كيخرج واخا كتكون منابر اعلاميه ولا شي حاجه، ما بقاش كيبان. فالاب خاصو يثبت واش كان في الدار كيشرف اتاي، لان الابن قال لي كان نعس، الابن الكبير راكم سمعتوا اخواني اخواتي، قال لي كان نعس في هذيك الوقيته، لكن سمعنا احنا معلومات اخرى انه كان كيشرف اتاي. والام اشنو قالت؟ قالت لك كان في الدار، قالوا كان في الدار نهار كامل، ولكن الام قالت دخل الدار ميقات المغرب، وهي نفسها في نفس الحوار قالت بانه كان في الدار نهار كامل، يعني كان في الدار كان غادي يسمعوا الدار صغيره، ولكن في لحظه ما كتكلم قالت دخل الدار مع ميقات المغرب. يعني اخواني اخواتي، هنالك
ضحيتين غادي يكونوا في هذه الجريمه. الضحيه الاولى الطفل يوسف، والضحيه الثانيه هي الخال. الى مشى بهذه المعطيات هو جاني، يقدر يكون جاني 100% حتى تنتهي التحقيقات غادي نحسموا في هذا الامر، جاني في 100%، ولكن اكيد معاه اطراف اخرى اللي وقعت في هذه الجريمه اللي كانت عن قصد او لا عن غير قصد. غير المهم راه ماشي بوحده اللي غادي يكون متورط، لكن انا من خلال هادشي اللي كنشوف فراه كلشي يعني تمسح في هذاك الخيال، على الرغم بحسب هاد المعطيات اللي كتقال حاليا من عند العائله ديال الطفل يوسف، فراه كاينه مؤشرات ديال ان شي حاجه واقعه، شي دسيسه، ما شي امر اللي وقع اللي واقع اللي غريب وغريب جدا، واللي كيف ما قلت العبء ديالو كله على المصالح الامنيه، لان كاين شي حبكه تتحبك في الخفاء لتغيير السيناريوهات. على اي اخواني اخواتي، فبكل صراحه التصريحات ديال الاخ والام يعني اللي وقعوا هذه اقل من 24 ساعه، تصريحات يمكن نقولوا زادت وسعت الهوة بيننا وبين الوصول الى الحقيقه، الى الحقيقه، لان في كل خروج اعلامي كاين تناقضات، فهذا امر غريب ويثير الريبه والشك. فعلى اي اخواني اخواتي، لازلنا معكم يعني في تغطيه مستمره للقضيه ديال الطفل يوسف، القضيه اللي ولات لغز في ظل هذه المعطيات. فكنتمنى انكم يعني دعمونا بلايك، وانكم تبقاو مع هذه القضيه هذه ديال الطفل يوسف، وكلنا يوسف. وقبل ما انني نختم يعني في المواعيد القادمه، فاكيد غادي نطرقوا للمستجدات ونطرقوا كل هذه الامور هذه بالتفصيل. قبل ما انني نختم، كنتمنى لكم اخواني اخواتي تمام الصحه والعافيه، وكندعوكم انكم ما تبخلوش علينا بلايك لهذا الفيديو، وايضا شرف لي انكم تشتركوا في القناه مع تفعيل زر الجرس، باش دائما الاخوان والاخوات توصلوا بالجديد ديال الاعمال والقضايا اللي تنقوم بها. وخير الختام السلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.